مجددا لكم التحيه في برنامج ضرب حره في قناه البلد الفضائيه، والذي نسلط فيه ضوء كذلك في حدث الحديث عن كثير من النقاط المهمه والمشاكل والصراعات المستمره. وما زلنا في كره القدم السودانيه كل يوم في صراع مستمر، وهذا يؤثر اكيد على سير النشاط، على تسيير الاتحادات المحليه في بعض الاحيان كاتحاد كسلة، هذا الاتحاد الذي يقوده طه جعفر. وفي وقت من الاوقات كان هناك زياره من مجموعه النهضه التي خسرت الانتخابات امام مجموعة تصميم جعفر، وزاروا كسلة بوفد كبير وكان فيها تكوين جسم مناهض للاتحاد السوداني. على إثر هذا الفعل كان ردة الفعل الاتحاد السوداني بتعليق اتحاد كسلة المحلي وإيقافه من النشاط، وهذا بعد قاد إلى محاولات كثيرة للرجوع، ولكن الاتحاد السوداني كان مصر على اعتذار رسمي من اتحاد كسلة إذا كان أراد أن يستمر ويدير النشاط. رغم النشاط مستمر لكن فيه كثير من المشاكل، وعشان نقف بصورة أفضل في هذه الجزئية سعيد أن يكون معي داخل الاستوديو محمد عبد الله، الأخ محمد عبد الله، وهو نائب رئيس نادي حي العرب وكذلك واحد من الناس الفاعلين جدا في مجموعة الأندية في مدينة كسلة. مرحبا بك. مرحبا بك أخونا النزير، وأنا شاكر جدا لاستضافتك لي في برنامجك الناجح في قناتكم قناة البلد. أول في البداية خليني انتهز هذه الفرصة لأعزي أهلنا في كسلة جرى فقدهم لأرواح عزيزة بسبب النزاع الجاري في الأيام الماضية، وترحم على أرواحهم، وأتمنى من الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلزم آلهم وزميلهم الصبر وحسن العزاء. إن شاء الله يوقف المشاكل دي. اللهم آمين. هذه المشاكل دي أتمنى ذلك. مشاكل كل نزول لا مشاكل ذات. أي أكيد أكيد. نتمنى إنه كسرة تعيد لسيرتها الأولى. إن شاء الله. كما معروف للجميع. نعم. طيب المشكلة اللي حصلت كلها في العملية ملخص كيش عشان المشاهد يكون عارف شنو اللي حصل في الفترة السابقة في اتحاد كسلة. طيب زي ما ذكرت المشكلة الحقيقية الصراع أو الصراع الغائم أو المشكلة الموجودة في كسل هي نتاج للصراع بتاع الانتخابات في الاتحاد العام. صراحة نحن واضحين هنا الصراع ده دي إفرازاته باعتبار اتحاد كسلة موالي لمجموعة النهضة، والمجموعة الثانية اللي المجموعة النهضة اللي يقودها برقو، ومجموعة التغيير اللي هي بقيادة الدكتور معتصم جعفر. وطبعا دي من أسس الديمقراطية، من حقك أنت توالي من توالي وتعارض من تعارض. لكن للأسف بعد انقضاء الانتخابات أثر اتحادنا أنه يواصل او يناصب الاعداء للاتحاد العام، برغم انه المشاهد او المتابع للانتخابات فرق الفوز بتاع الاصوات كان ضئيل جدا جدا، ده يوريك انه في اتحادات اخرى كانت واقفه ضد معتصم، لكن نعم كانت موالية للنهضة، لكن بعد فوز وبركة معتصم باركت خلاص الواقع جات في 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 الاطار الواسع بتاع اداره الاتحاد. لكن للاسف اتحادنا اثر على نفسه انه يسلك مسلك احنا ذاته ما عارفين السبب اللي خلاه يسلك المسلك قد شنو، وعلى اساس وجه القرار الصدر من الاتحاد العام اللي صدر يوم في اجتماع رقم 3 يوم 14/1 جاء قرار من الاتحاد العام بتوقيف النشاط او تعليق نشاط اتحاد كسلة وتحويل الاتحاد للانضباط، صح؟ وتحويل رئيس الاتحاد طه جعفر الى لجنه الانضباط اللي هي بالمواد 62 و66 ده شان يلي الشان اللي يلي التعليق او يلي انديتنا نحن كانديه منضويه تحت اتحاد كسلة هي موضوع التعليق ومخاطره. للاسف من شهر واحد من قرار صدور القرار لغايه شهر 4 الانديه كلها كانت مكتوفه الايدي، ما في زول داري يحرك ساكت وما ملي. كان الصراع بين الاتحاد السوداني والاتحاد المحلي لانه في بعض الشخصيات انه ده صراع بين الاتحاد السوداني، وبل شخصت الصراع للاسف يعني بمعنى شخصت الصراع. شخصت الصراع يعني اتهمت اطراف اخرى انه هي مسببه في هذا الصراع، رغم انه نحن قعدنا او ناقشنا مع عدد كبير منهم قلنا يا جماعه اسلكوا المسلك القانوني، المسلك القانوني الصحيح. جاكم قرار معروف القرارات تتم مناهضتها كيف بالطعن في القرار ان شاء الله اصل لاعلى نقطه بتاع التقاضي هي كاس ولو كاس ادفع فرنكات قليله وامشي على الاقل حط لاي حط لاي اتحاد لاي نادي ولو خسرت تكون خسرت بشرف، لكن انه انت تصرف تصرف انظار الناس عن المشكله الحقيقيه وتتهم اطراف اخرى زي مثلا على سبيل المثال نكون واضحين اتهموا الاخ محمد حلفه اتحاد حلفه وقراصه اتحاد خشم القربه وبعض الاداريين في عندنا رموز اتهموا شنو؟ اتهموا انه هم قاصدين اتحاد كسلة وقاعدين يعني عطروا كسلة وكذا بالضبط كده يعني ده ايوه الرياضه دي نكون واضحين الرياضه فيها امور زي دي فيها كلام فارغ زي ده، لكن
انت ما جاك قرار رسمي، انت ما تتعاطى مع القرار ده بالشيء اللي يعرفوه الناس. أيوة. اللي يعرفوه نعم. كلها يعني ترى انه رئيس اتحاد طه جعفر نفسه والمجموعه بتاعته يعني برضه هم ساهموا في تعطيل النشاط بعد قرار الاتحاد، يعني اخطاوا مرتين، المره الاولى لما هم استضافوا مجموعه النهضه وبعد عمليه انتخابيه واضحه جدا، والخطا الثاني حسب كلامك انه هم كمان ذلك بعد ذلك ما فازوا على يا اما اعتذروا او كان على الاقل يمشوا بقرار باتجاه قانوني، يعني اتجاه قانوني. اول انا عندي وجهه نظر في موضوع اعتذار ده. اعتذر على شنو؟ ما هو تحسن ترى لا ما هو طلب كتابه الاعتذار، هو طلع قرار طلع قرار فيه نقطتين. هي النقطة الأولى فيما يتعلق بالمذكرة اللي قدمت من الإخوة في نادي التاكا. هي متقدمة المذكرة دي فحواها، حيكون في متداخل معنا بعد شوية يوضح التفاصيل. فحواها إنه الاتحاد المحلي لكرة القدم كسلة خالف النظام الأساسي في التعاطي مع الاستثمار. عرفتها؟ دي فحواها. الجزء الثاني اللي هي ده بناء على القرار جاء إنه استضاف جسم غير معترف به. والدعوة إلى مناهضة الاتحاد العام، كان الكلام كده واضح. أنا إحنا وجهة نظرنا اتحادنا لم يحرك ساكن للأسف، بل ظل مكتوف الأيدي وبعاه مجموعة من الأندية لغاية ما بعض الأندية ليس كلهم بالنيم، نادي الصغر ونادي التاكا استشعروا بالخطر وبدوا أصواتهم تعلو بين الأندية، حتى شخصنوا المواضيع إنه ديل عندهم خلافات مع الاتحاد وديل عندهم شهادة المحلي. هو نعم نحن نختلف في الطريقة اللي كان يديروا بها أو تنويرهم للناس، لكن جوهر الموضوع كان حقيقة صراحة، اللي هو إنه الاتحاد يكون معلق، الاتحاد ما يكون معلق لأنه تترتب عليه تبعات على الأندية وترتب صراحة. أنا عندنا طيب هو السؤال لما تروح تدخل في الجامعة مباشرة، يعني ما هي الترتيبات اللي ترتبت على تعليق نشاط الاتحاد المحلي كسر أو إدارة الاتحاد المحلي؟ يعني بجوال النشاط مستمر صح؟ النشاط مستمر مستمر باعتبار مشاكل داخل. ما هي المشاكل الحاصلة؟ طيب بسبب التعليق، المشاكل اللي حصلت بسبب التعليق مثلا على سبيل المثال التسجيلات السابقة. أوكي، جاء منشور واضح من الاتحاد العام، القواعد بتاعت او القوانين التسجيلات الصدره في الاتحاد العام استثنى فيها اتحاد كسلة والجنينه والسوكي، يعني الضوابط التسجيلات احنا مضمنين فيها. زائدا ما كان في حصانه لعيبتنا. انا في هي العرب فقدت لاعب مشى اهلي مروي، في نادي تاكا فقد 3-4 لاعبين مشوا لانديه ثانيه خارج اتحادات اخرى، اتحادات اخرى. أيوة. كذلك نادي العروبه فقد لاعب مشى اتحاد حلفة، يعني اتحاد قريب لنا مشى اتحاد حلفة. ما كان في حصانه لاعبين، والخوف من انه تجري اتحادات التسجيلات القادمه هنفقد كل لاعبتنا. واحد من الاخطار للاسف الاتحاد ما زال يضلل في الناس، يقول لك انا قادر وانا احنا قادرين وده صراع ده صراع. للاسف بدل هو يتعاطى مع الموضوع بجديه بدا يصنف في الناس، وصنفنا احنا الان. ما اديس عليك، احنا الان ساعين لسحب الصيغه من الاتحاد. ليه؟ طيب حاليا سحب الصيغه، لكن انا خلال سمعت من خلال بعض النقاط استفدت منها انه من قبل سبق وان ذهب عدد من الانديه او ادارات الانديه بمختلف الأندية في كسر، ذهبوا للاتحاد السوداني، جلسوا مع طسن جعفر، الدكتور طسن جعفر مع صبعة المنان، ويعني شفاهة الكلام ده، طرح الحل بأن يقدم اتحاد كسلة المعلق اعتذار رسمي للاتحاد السوداني، وقتها ليه سيرفع هذا التعليق؟ هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح، وأنا كنت عضو أنا عضو من وفد الأندية جاقاوة الاتحاد العام باعتبار مفترض يجي رئيس النادي، وأنا موجود بحكم وجودي هنا. هو استبدلني انا اكون بدله. طيب فعلا زي ما قلت لك، بعد ما استشعرت بعض الانديه بالخطر وبدات تتحرك داخل كسلة بانه يداركوا الموضوع، وجلسوا مع الاتحاد العام تجمع انديه، مجموعه من الانديه درجات الثلاثه، واتفاكروا في الموضوع، وقالوا في النهايه وصلوا لرؤية انه يصل الاتحاد العام مزيدا من التشاور والتناقش عشان يرفع يعمل على رفع التعليق من الاتحاد. اوكي، فعلا الوفد جاء مشكور وصل هنا رغم الظروف الصعبه ورغم سوء الاستقبال للامانه التاريخ الاستقبال الاتحاد السوداني، يعني انتظرنا ساعتين ما في زول جاء، جونا متاخرين جدا جدا. في النهايه احنا كنت هو مقدر، يعني ايوه في النهايه الناس كان هدفها واحد انه تجي تعالج المشكله، لكن نتفاجأ انه حتى اعضاء الوفد الجو انحرفوا عن المسار الصحيح صراحه لمناقشه الموضوع. هو في قرار صادر، افترض انحصر الكلام عن النقاش القرار في القرار والحل. نحن كأندية المذكرة اللي ترفعت من نادي التاكا
في اخطاء منها نحن كانديه والناس اتنصلت منا، في حين انه في البدايه في انديه كثيره كان ماشيه في نفس المسار، لكن في الاخر اتنصلوا منا وشال الشيله زي ما يقولوا سكرتير الاخ سكرتير نتاك ابو بكر. الانديه جات اليليها اللي هي ما يتعلق بالمذكره الانديه قدمت التماس او خطاب انه بروا ذمتهم بما ورد في المذكره اتقدمت من نادي التاكا واتهموا فيها اخونا ابو بكر بانه هو حرف وزور وكلام كثير. ونتمنى انه الاتحاد ياخذ في عين الاعتبار ويرفع التعليق عن اتحاد كسلا. طيب الاجتماع قام فيه السيد رئيس الاتحاد العام لكره القدم تونس جعفر، وكان فيه نائب الرئيس للشؤون الماليه اللي هي تهفكي على ما اعتقد. كان النقاش مستفيض، للاسف كان في اتهامات كانت واضحه، وحتى طلع من طور الاجتماع الرسمي اللي يحل المشكله للامانه والتاريخ، لانه الناس جايه من هناك مشحونه مدفوعه وموجهه في اطار معين، يعني انصرفت عن الحل بدات تهاجم انه ده قاصدنا وده واقف ضدنا وده جاي يتآمر علينا. للاسف ده اللي حصل، والوسائط كل موجود فيها الكلام ده. طيب حواصل معك في موضوع الاجتماع اللي حصل في داخل ارغه الاتحاد السوداني اخ محمد عبد الله، خلينا نتحول لخط الهاتف. معنا عبر خط الهاتف منتصر حسن فرج الله، وهو عضو مجلس اداره نادي التاكا كسلا، هذا النادي العريق والمعروف في كسلا. مرحبا بك عبر قناه البذره الفضائيه في ضربه حره، وانتم رفعتم مذكره كان ضد الاتحاد المحلي لمخالفه النظام، ولكن الان ما يدور من حراك في كسلا بحثا عن رفع التعليق عن الاتحاد المحلي في كسلا حتى يعني تزيل الكثير من العقبات التي ترتب على هذا التعليق. منتصر مرحبا بك. منتصر انا معك قاسم. مرحبا بك، تفضل. الله يسلمك. كنت سالتك عن المذكره اللي رفعتموها واثر القرار التعليق على الانديه في كسلا. مرحبا بك، تفضل. الله يسلمك. الله يخليك. الاستاذ النذير، ومرحبا بضيفك اخونا محمد عبد الله. مرحبا بك. طبعا الاستاذ محمد عبد الله وضح جزء كبير من الاشكاليه، لكن هي في الحقيقه المذكره ما واحده، مو مذكرتين. نعم. مذكره تجمع الانديه. مذكره تجمع الانديه دي مذكره براءة تم مخاطبه الاتحاد المحلي بعد اجتماع تجمع الدرجات الثلاثه، او الدرجه الاولى بالذات كان، وكان في مطالبه بعقد جمعيه عموميه ومناقشه موضوع الاستثمار. وهذه المذكره للاسف الاتحاد المحلي عبر الرئيس قال رماه في سله المهملات. مما حدث بسكرتيرين الانديه انه يحولوا هذه المذكره للاتحاد العام. هي مذكره الاتحاد العام وهي نفس المذكره جات للاتحاد كسلا. اما بخصوص مذكره نادي التاكا، مذكره نادي التاكا تقدمت في شؤون قانونيه في مخالفات الاتحاد المحلي لنصوص النظام الاساسي للاتحاد المحلي ونصوص النظام الاساسي للاتحاد العام، ودي مذكره منفصله مشت بتوقيع الاستاذ ابو بكر الفاضل نائب سكرتير نائب رئيس نادي التاكا للشؤون الاداريه. ويمكن المذكره بتاعت التاكا بعيده تماما عن مذكره تجمع الانديه المختومه اللي وضعت فيها جميع الانديه وختمت. دي مذكره براء. وخطاب الاتحاد العام الاتحاد كسلا في يوم 18/1 حدث بوضوح عن مذكره تجمع الانديه فيها الاحكام. بناء على هذه المذكره انتهك الاتحاد المحلي، انتهك ورد كلمه انتهك عديل كثير، انتهك النظام الاساسي له في الماده 35 والماده 10. النظام الاساسي للاتحاد العام في 14 و13 باستضافه مجموعه برضه، وفي فرق بين عقوبه الرئيس وعقوبه الاتحاد، فرق بين الاستضافه والتعامل. والموضوع ده حدث ابان يعني بعده كان حتعقد الجمعيه العموميه للاتحاد العام لاختيار اللجان العدليه، وما يخفى على الجميع انه كان في صراع كبير جدا على لجنه الاخلاقيات اللي كانت ابعدت حسن جعفر وساطه منها. ايوه بس طبعا اتحاد كسلا جزء من مجموعه النهضه، وهو رئيسه كان عبر الوفد الطائف على المدن من ضمنها نيال وكسلا لي يعني دخول الجمعيه دي لتثبيت اول حاجه لجنه الاخلاقيات، وبعد ذلك
هم طبعا الصراع الانتخابي ده ولد هذه القضيه. ايوه، وفي النهايه يعني مضر رقم منتصر هو الـ 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 الرياضه في كسله، كره القدم في كسله. اكيد التعليم. أيوة. يعني الان نتكلم عن ما هو المخرج لهذه الازمه وهذه المشكله. عندكم انتم كانديه والان معنا نائب رئيس الاتحاد العربي، وانت كان عضو مجلس التاكو، وكثير من الانديه معاكم في هذا الجزئيه. طبعا هو الحل القانوني واصل انتصر سامعك انا. الحل القانوني لهذه الاشكاليه عبر الانديه، لانه طبعا الاتحاد المحلي معلوم انه هو العضو في الاتحاد العام، ونحن بدورنا اعضاء في الاتحاد المحلي، نحن ما نملكه هو دورنا عبر اتحادنا المحلي متعلق الحل القانوني في سحب الصفه من هذا الاتحاد. وكانت في اجتماعات في رمضان عبر مبادرة أطلقها الكابتن يوسف زوف لاعب نادي المرغني والتاك السابق والرئيس نادي الشمالي لرفع التعليق خاصة بالضرر الكبير الوضع على الأندية. المبادرة شو كانت؟ وصلنا في اجتماعات أنه نحن كنادي التاك طرحنا أنه حل هذه الإشكالية يتم عبر سحب الثقة. ممثل نادي الشباب اقترح أنه تتم اللجنة وتقابل الاتحاد المحلي كما ذكر أخونا محمد عبد الله. وفعلا هذه اللجنه قابلت الاتحاد وذهبت للخرطوم، لكن كان في الغريب في الامر انه التضليل اللي كان حادث من اتحاد كسل للانديه وللراي العام والغياب الاعلامي الكامل انه يا اخي والله المشكله مذكره الطاقه وما مذكره الطاقه، ونحن في نادي الطاقه يعني عبر مبادره الكابتن زوف ختمنا ووقعنا على قرار اجتماعات تجمع الانديه لحل الازمه، بالرغم انه ما اطلعنا على القرار لانه كان في اتهام صريح لنادي التاكا بانه هو الود المذكره للاتحاد العام، في حين انه المذكره اللي وداها نادي التاكا كانت صعوبه قانونيه صريحه ما بيتم التعاطي معها الا عبر الرد القانوني. بعض الانديه اللي ذهبت مع اخونا يوسف كانت هدفها مش رفع التعليق، هدفها اثبات راي الاتحاد العام في انه هذه المذكره هي سبب التعليق. الاتحاد العام وضح صراحه إن سبب التعليق هو استضافة والتعامل مع مجموعة النهضة، وهذا كلام ألا ترى منتصر أن الاتحاد السوداني نفسه تعنت في هذا القرار لو صح التعبير، يعني لو صح التعبير انتم باعتبار انك انت الان هو اللي هو مجموعه الاتحاد المحلي ورئيس الاتحاد اخطا باستضافه مجموعه النهضه في فتره قد يكون كان فيها لسه ضبابيه نفسها في مجموعه موضوع الاتحاد نفسه، باعتبار انه قرار كاس نفسه ما كان جاء ليؤكد وجود معتصم جعفر او كمال شداد يعني، لكن بعدها قد يكون السيد الرئيس طه جعفر اللي ممكن كان اتخذ قرار خاطئ في فتره من الفترات، راي انه الان الامور واضحه، معتصم جعفر رئيس الاتحاد وسامة منان رئيس الاتحاد ومجموعه التغيير هي الموجوده، ممكن يتراجع بعدها كان ممكن الاتحاد يكون اكثر مرور الاتحاد السوداني عشان هو نفسه يساهم في نجاح النشاط في كسر، رايك شنو في الجزئيه؟ هو الاتحاد لا هو أنا سامعك واصل منتصر. هو الاتحاد العام لم يخطئ. الاتحاد العام يعني استخدم القواعد القانونية، لأنه أنا قبل ذكرت أنه كان في سباق بالجمعية العمومية المختصة بتكوين اللجان العدلية. الاتحاد العام هو يعني حتى لو كنا استخدم حقه القانوني، لكن أطلق السيد أمير قاسم جعفر وهو رئيس الاتحاد الشرعي مبادرة لما الشمل. لما الشمل دي عشان ما حدث يعني في الانتخابات وانه كله الفرقاء يعني الاتحاد العام تنضم، اتحاد مثلا لم يستفيد من هذه المبادرة اللي طردها رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لانه كان بيمارس التضليل في انه لسه الوقت ده وصلت رسالتك يا منتصر، وصلت رسالتك انه كان رئيس الاتحاد اطلق مبادره لما الشمل دي مبادره نحن مستفيدين منها. واضح ان تقصد انت يا منتصر انه الاتحاد المحلي رغم مبادرة لما الشل بعد ما خلاص جاء قرار بتاع كاس هو لم يستجب للحاق بركب الاتحاد السوداني. شكرا لك منتصر حسن فرج الله عضو الاتحاد او عفوا عضو نادي التاك الكسلاوي نادي العريق في كسل. شكرا لك. طيب تعليق على حديثه. اولا مشكور اخونا منتصر، يبدو لي قدم معلومه كافيه عن كل ما يدور وكل الخطوات اللي قامت بها الانديه، لانه كان من الاعضاء الفاعلين
خاصة في المبادرة الغادة هنا كابتن زوف، وهو ركز على مذكرة جمع الأندية. أيوة دي الأهم، دي الأهم، ما هو زي ما وضح في مذكرتين، مذكرة خاصة واعترف بها نادي تاكا، قدمها رئيس نائب الرئيس للشؤون الإدارية مخافة الاتحاد النظام دي برا واللي هي المذكرة اللي تنصلت منها بعض أندية كسلة دي برا، وهو ذكرها ودي كلها موجودة في طرف الاتحاد. لكن أنا دار أضيف لكلام منتصر إنه للأسف المسلك السلك، وده الخلاف الجوهري بينه وبين الاتحاد. نحن ما عندنا خلافات شخصية مع ناس، كل العاملين في الاتحاد هم إخوة لنا، تربطنا بهم علاقات، لكن خلافنا معهم في تعاطيهم مع المشكلة صراحة. يعني الآن الملاحظ إنه من يدافع عن الاتحاد هم بعض إداري الأندية، دخل الكبير صراحة. يعني مفترض ايوه نحن اصطفينا، ده حق قانوني، نطلب اسحاب الثقه باستقاله الاتحاد بمناهضته بكل التفاصيل، لكن الشيء اللي نستغرب له انه يتصدوا لنا في الساحه الرياضيه في كسل، انه اداري انديه مصلحتهم شنو؟ ما معروف. يعني ليه؟ لانه الاتحاد صراحه قاعد يستخدم بعض الانديه في تمرير اجندته بين الانديه الثانيه، بالعكس يغذي الصراع القائم الان في كسل. طيب الملاحظ انه من ادوات التضليل اللي كان قاعد تحصل انه تم استدعاء رئيس الاتحاد للمسؤول امام لجنه الانضباط في تواريخ مختلفه، والي يتم الترويج في كسل انه حيتم رفع التعليق بعد مسؤول السيد الرئيس امام لجنه الانضباط، في حين انه هي مشكلتين مختلفات. ده مربوط قرار التعليق مرتبط باجتماع مجلس اداره الاتحاد المؤيد من الجمعيه العموميه. اوكي طيب. حتى للاسف بعض الشخصيات الرياضيه زي اخونا الرئيس مجذوب ابو موسى وعادل عبد المتعال برضو اصابهم من رشق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في كسلة، واتهموهم باتهامات واضحه وصريحه، هم من يغوضوا ويؤلبوا الاتحاد العام على اتحاد كسلة. لكن للاسف اخونا عادل عبد المتعال له دور كبير في انه ينقل القرار من الجمعيه العموميه لمجلس اداره الاتحاد العام لكره القدم، وبقى الان القرار مرتبط مع انعقاد مجلس الاتحاد العام لكره القدم. طيب اذا انت قلت حتعمل تسحب الثقه، كيف حتسحب الثقه؟ واذا تم سحب الثقه ما الذي سيحدث بعد اتحاد كسل يعني؟ طيب نحن في كل الحالتين، اذا ممكن بعض الناس الان بينهضوا في حراك، قد يكون يعني عندهم مآرب اخرى قلت، لكن هو قد يكون برضه قاصدين يعني قد يكون هناك حل لموضوع طه جعفر، وان الاتحاد يواصل ويدير النشاط طالما النشاط مستمر، لكن هناك مشاكل مترتبه على تعليق النشاط. طيب في البدايه قبل الناس ما تجاهر بسحب الصيغه، كانت تطالب الاتحاد انه يسعى للحل بالطريقه القانونيه، ذكرتها انا وذكرها هنا منتصر. لكن للاسف تعنت الاتحاد، وبرضه ظل ينصرف عن المشكله الحقيقيه بمشاكل جانبيه، افتعال مشاكل جانبيه، ويشير لاتهامات لبعض الشخصيات البعيده من وسطنا الرياضي صراحه، وما عندها تاثير. اوكي طيب بعد ما الناس وصلت وايقنت انه الاتحاد ده ما حيسير في الطريق الصحيح اللي يرجع كسل ضمن المنظومه الرياضيه السودانيه، طوالي الناس رات انه يسحب عنه الثقه، غير التعليق اخفاقات في اداره النشاط. الان مشاكل كثيره موجوده في اتحاد كسلة، وتعاني منها انديه كسلة من خلال لجانه العدليه او لجانه المساعده، من خلال تنظيمه للمباريات، من قطاع التيار الكهربائي المستمر، وعجزه عن صيانه البابور، وبرضه الاخوه الحكام عندهم مشكله حقيقيه. تخيل اكثر من حكم انتسبوا الى اتحاد حلفه، وكان عندهم مطالب ماليه من الاتحاد العام، والمطلب الاساسي قالوا يا جماعه نحن اذا ظلينا في تحت اداره الاتحاد المعلق ما حنلقى طريقه للتطوير. هي زول يسعى للتطوير بالاخص يعني شيء حتعود لعيبه حتفقد الحكام بالضبط كده. فقدنا عدد مقدر من الحكام الان قاعد يحكموا في دوريات حلفة الجديده، وفقدنا عدد من اللعيبه في السابق، واذا استمر الحال حنفقد كسر، حتفقد رياضتها وتفقد. عموما هو واضح انه هو صراع كبير، يعني في مجموعه كبيره من الانديه مع سحب الثقه، ومجموعه اخرى مناهضه او هي مسانده للاتحاد المحلي المعلق اصلا نشاطه من قبل الاتحاد السوداني لكره القدم. وبرضه هو السؤال يعني الحل المفروض يكون يجي من الاتحاد السوداني نفسه، اللي هو مسؤول برضه كمان عن اتحاد كسل نفسه، والله مسؤول عن الاستقرار الفني في الاستقرار الاداري في الاتحاد المحلي كسل. بالضبط كجزئيه اخيره معك. بالضبط كده، هو الحل المفترض يجي في الاتحاد العام باعتباره هو الراعي لكل الاتحادات، مفترض يكون في مرونه في التعامل
على الاقل المبادره اطلقها لما الشمل، لكن ظاهر من بدايه الصراع، وكل الصراعات الرياضيه تاخذ الطابع الشخصي وتصفيه الحسابات ودي ياثر على المنظومه ككل صراحه. دي مشكله الكره السودانيه، دي مشكله الكره السودانيه في اصل. محمد عبد الله نائب رئيس نادي حي العرب وعضو تجمع الانديه في كسر، شكرا لك على وجودك معنا لتوضيح الكثير من الحقائق في موضوع الصراع الدائر ما بين الاتحاد السوداني واتحاد كسر المعلق نشاط. شكرا لك. شكرا لك، وانا شاكر جدا، وشكرا لكل التيم العامل بقناتكم. مرحبا بك. اذا وصلنا للجزئيه الاخيره من هذا البرنامج ضربه حره، ممكن هي جزئيه خاصه جدا مع يعني شخصيه تم اختيارها رئيس نادي، وهي امراه لاول مره في الخرطوم بحري بعد قليل.